تمنيت لو كانت إشاعة وما صدق هذا الشيء. بتعرفي الفنانين دائما بيتعرضوا لهي الإشاعات وهي الكذبات، بس ما طلعت إشاعة، طلع فعلا يعني رحيله. بين الكلمات العابرة يعني الله يرحمه، قدر الله ما شاء فعل. هو مو من النوع اللي بيحكي كتير، هو بيفعل أكتر ما يحكي. بالفصول كنا فعلا كلياتنا أسرة واحدة، كل العيلة مع المخرج مع الفنيين مع يعني على مدى جزئين كنا كلياتنا مع بعضنا، وكان هو حابب هاي الجمعة اللي عملها، وكل شخصية إلى مميزاتها بالعيلة. الحقيقة نحن قعدنا هالفترة هو بالفصول بالذات، لأنه كنا عم نجتمع دائما ببيوت، فكان كنا أسرة واحدة يعني، مو بس بالفصول، حتى مع بعائلتي وأنا مع الأستاذ دوريد كنا كمان هيك عائلة. ودائما الفنان بحاجة لقائد عمل، هو فعلا هو قائد بيدير العمل بشكل رائع يعني، وما بيمرق شيء إلا اللي هو بده إياه. رح نستفقد له كتير، وخسارة كبيرة، الله يرحمه ويجعل مصير الجنة يا رب.